الزمالك يتحدى غياباته، يعتمد على شبابه ويفوز على سيراميكا كليوباترا، والفضل دائما الى فيريرا. من كام شهر كان الزمالك يسير رويدا رويدا لطريق مسدود، مفيش امل في الدوري، مفيش قائمه مكتمله، لاعبين مشغولين بعضهم ونتائج سلبيه، ولكن لان المدرب احيانا بيكون العامل المؤثر الاهم في الفريق اكتر من اللاعبين، فهنا نتحدث عن عبقري اسمه جوزفالدو فيريرا. ومع كل الظروف الصعبة في الزمالك من غيابات واستبعادات ولاعبين مش مركزين، يجي شباب الزمالك وهم اللي يشيلوا المسؤولية. مبروك للزمالك وهارد لك لسيراميكا اللي عمل مباراة حقيقي محترمة.